السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة، أتمنى إن تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي جاية. ما تنساش تاخد لفة بقية الفيديوهات، إن شاء الله هتستفاد منهم. هل لازم أكون خريج حاسبات ومعلومات أو هندسة عشان أقدر أبدأ في البرمجة؟ سؤال بيطرح نفسه، وكتير جدا من الناس قبل ما بتجرب تخش في المجال بتسأل السؤال ده. أنا تقريبا ما شفتش حد ما بيسألوش ده. سؤال احنا بنسأله لنفسينا بحكم ان احنا عارفين ان دي زي كليات قمه او كليات دي ليها علاقه اكتر بالكمبيوتر، فهل لازم ادرس حاجه زي كده ولا لا؟ الفكره هنا في كلمه ادرس، هل تدرس او ما تدرس، لان انت اللي تحكم على نفسك انا هدرس الجزء ده او مش هدرسه، سواء خدته في كليه او ما خدتوش. للاسف الفتره اللي فاتت بيعدي شويه حاجات بنشوفها، وانا شخصيا لسه شايف بوست من حوالي اسبوع او حاجه زي كده على السوشيال ميديا، كان حد منزله بيتكلم ان في واحد عايز يبدا في البرمجه او عايز يبدا عموما في مجال، وبدأ فيه وذاكر، بس في حاجة توقفت معاه، فراح سأل بحكم يعني الطبيعي، راح سأل حد على لينكد إن وبعت له، قال له أنا محتاج الحاجة دي أو الحاجة دي واقفة معايا. الراجل كان رده عليه بكل يعني مش عايزين نقول حاجة غير اللي هو كان رد سيء جدا، إن هو راح رد عليه وقال له هو عشان فاكر أنت شفت فيديوهين أو اتعلمت كام حاجة هتيجي تسألني، هتقارن نفسك بيا، هتحط راسك براسي، وحاجات كتير. وللاسف السكرين شوت انا يعني ندمان ان انا ما سيفهاش، انا اوريها لكم يعني واكد على صحه كلامي. ده للاسف يعني في عينه من حاجه زي كده. مش هنقول الكلام ده صح او الكلام ده غلط، او هنقارن اللي خريج حاسبات ومعلومات وهندسه باللي ما اتخرجش منهم، ده مش وجه مقارنه تماما. انا اعرف ناس شخصيا وعلى المستوى الشخصي اصلا كانوا بادئين في المجال وكان ربنا رزقهم بشغل من قبل ما يعرفوا هم داخلين كليه ايه. ده حقيقي، الناس دي كانت بادئه في ثانوي. مش معنى كده ان انا برضه ابدا في ثانوي واقول انا ليه ما جاليش شغل، ده مش صح. وفي نفس الوقت في ناس حاليا انا اعرفها برضو شخصيا في كليات تانية غير حاسبات ومعلومات او هندسه، وما شاء الله عليهم فاتحين شركات ليهم، والشركات كويسه جدا وقويه في المجال بتاعها. مش معنى كده برضو ان انت تفتح شركه وانت في الكليه، انا بديك امثله حيه على حاجات زي كده. وده وفي ناس كتير جدا، وهنلاقي ناس كتير جدا نفس الموضوع. فالفكره كلها انت بتبني نفسك ازاي؟ هل هتعرف تبني نفسك من الصفر؟ هل هتعرف تدرس اللي الشخص ده درسه في الكليه اللي احنا بناخده في كليه حاسبات؟ ما هو الا زي اساسيات بتبدا تاسسك خطوه بخطوه عشان لما تخرج تعرف تشتغل بالاساسيات دي. انا مثلا حد زي خدنا داتا ستراكشرز، خدنا الجوريزمز، خدنا حاجات ليها علاقه بالاو بي، حاجات ليها علاقه اكتر جوه الاو بي، حاجات اسمها انكابسوليشن ديزاين باترنز، وحاجات تانية كتير. فالفكره كلها انت تقدر تدرس الكلام ده، تقدر تذاكره، تقدر تعتمد على نفسك وتذاكر الحاجات ديت عشان تبني نفسك او تاسس نفسك صح. تعال نقارنها او نبص عليها من ناحيه تانية. انت دلوقتي عندك عماره او مبنى متاسس صح، المبنى ده بيفضل موجود في مكانه او قائم لفتره كبيره جدا. ليه؟ لان المبنى متاسس صح. عكس لو مبنى تاني مش متاسس صح، هتلاقي المبنى ده ممكن يتهد او يقع بعد فتره. هنا بنقارن ما بين الحاجتين، دوت اتبنى صح واتبنى على اساس قوي، لكن دوت كان مبني نص نص. النص نص دوت ايه؟ اللي انت ممكن تخش في التكنولوجي اللي انت عايزها على طول. يعني ممكن اخش انا هذاكر فلاتر، هذاكر اي او اس، واخش فيه وابدا اشوف الكود من هنا ومن هنا واجيب ده واجيب ده واحاول انفذ الحاجه دي كلها مع بعض. مش هقول لك ان انت ممكن ما تنجحش، انت ممكن تنجح مع الوقت، بس للاسف هيجي عليك وقت وهتلاقي ان انت في حاجات عايز تحلها مش عارف. طب انا حاجه زي كده دي ممكن تعمل لي مشكله؟ اه ممكن تعمل لك مشكله طبعا، وبالعكس ان انت تتاسس صح من الاول ده افضل بكتير من ان انت تقف في النص وترجع من الاول تاني تبدا تشوف اللي كان ناقصك وتكمله. طب حاجه تانيه، البروبلم سولفنج من اهم الحاجات اللي ممكن تشغل بيها دماغك، بتعلي تفكيرك. مش مجرد تعليق تفكيره بس، مجرد ان انت بتخليك تحل حتى المشاكل اليوميه بتبدا تقسمها او بتبدا تجزأها، فبتبقى تفكيرك منظم وتبدا تشوف ازاي اقدر احل ده وازاي ما اقدرش احل ده. برضه اسيب لكم شويه مواقع تقدروا تشوفوا منها مشاكل تتحل بالبرمجه، بس دوت هيكون بشكل مؤقت لحد ما نبدا نشوف المواقع ديت ونشوف مشكله او اتنين مع بعض من المواقع ديت ونحلهم مع بعض بطرق مبسطه عشان ابدا احطك زي ما قلنا على اول الطريق وتقدر تكمل. طب لحد كده اعمل ايه؟ يعني زي ما احنا متعودين قول لي في الكومنتات هل انت موافق ولا لا، مع انها بتفرق من شخص خريج حاسبات او هندسه ولا ما بتفرقش. ويا ريت طبعا لو حد مش خريج حاسبات وشغال حاليا في المجال بتاعنا او المجال عموما ايا كانت التكنولوجي بتاعته ايه او التراك بتاعه ايه، يقول في الكومنتات ويشجع الناس عشان يعرفهم ان هي عادي وان هي ما بتفرقش، واهم حاجه تاسس نفسك صح وتذاكر صح. بكده يكون موضوع الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وحفظنا. لو الفيديو عجبنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وانشر الفيديو مع بقيه الناس، ان شاء الله الكل يستفاد باكبر قدر ممكن. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.